السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات تحديات تحت الماء. النهاردة الحلقة رقم 3، والتحدي اللي هيكون معانا النهاردة بعد ما شفنا تحدي امبارح، ما تيجوا نصعبها شوية قبل ما حد منكم يقول الموز شيء لين وسهل المضغ والبلع كمان وانت عامل فيها محترف. الشخص ده بوصل له رسالة وبقول له انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ انا جابوا له السبب. بقول له خلي رأيك لنفسك على جنب وكمل معانا الحلقة دي وقول لي ايه رأيك. التحدي رقم 3 هيكون النزول برضو الى ارضية المسبح والجلوس برضو على عمق 9 متر. مش بس كده، المرة دي هاخد معايا ثمرة تفاح أحمر صلب وهاكلها وأنا جالس على أرضية المسبح. يلا نروح نشوف التحدي. Thank you.